شدد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية تكاتف الجهود بين جميع أجهزة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وإتاحة بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ومؤكدا أن تحسين النظافة العامة يمثل أولوية قصوى للمواطنين بأسيوط. جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة حملات النظافة المكبرة ورفع الإشغالات التي يجرى تنفيذها بشوارع حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط، حيث التقى أبو النصر عددا من المواطنين بالشوارع، ومؤكدا أن المواطن شريك أساسي مع المحافظة في الحفاظ على النظافة العامة والإبلاغ عن أي ممارسات تؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري للمحافظة.